الكويت كانت ناجحه تماما يعني الامور كلها. بديت في الثالثه اول ذكرياتي. صح يعني واش له فرص يعني هذا الزور والبلدان. لا بطيئة بطيئة. انت هي عهدتنا. سوف تتواصل عهدتنا مع الله. هذا بجد. أسعدني صباح اليوم اللقاء في زميلي معالي وزير خارجية الجزائر، وتمنيت له كل التوفيق إن شاء الله في إنجاح القمة. أعتقد القمة هذه تأتي في زمن مهم، أعتقد العالم يشهد تطورات متسارعة، وأعتقد أن علينا كدول عربية أن يعني نبرز وحدتنا ونبرز اهتمامنا في الحفاظ على مصالحنا ومصالح شعوبنا في هذا الجو العالمي. فنتمنى للقمة النجاح إن شاء الله، وأنا متأكد بأن القمة هذه سوف تحقق أهدافها ونطلع في نتائج إيجابية لدولنا وشعوبنا. شقيقي وأخي معالي الوزير رمتان العمامرة، وتبادلنا الرأي حول مختلف بنود جدول أعمال القمة المقبلة، وبطبيعة الحال تونس سوف تكون سعيدة جدا بتسليم المشعل إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وبطبيعة الحال نحن على ثقة تامة بأن الجزائر سوف تتولى هذه المهمة بكل اقتدار، خاصة وأن الجزائر أثبتت في العديد من الاستحقاقات الكبرى مدى جدارتها في إدارة الشأن العام والشأن العربي والمصالح العربية والدفاع عنها بكل اقتدار وبكل جدارة.